شيخ، إلزام الناس أنفسهم هذه النذور فضيلة الشيخ، هل هذا مستحب؟ النذر غير مستحب الدخول فيه ولا ابتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينذر المسلم لأنه يحرج نفسه، وقد ينذر نذرا يشق عليه وهو بعافية، وأيضا هذا يدل على عدم رغبته في العمل الصالح إلا إذا نذر فيترك النذر. ولكن إذا نذر وانعقد النذر فإنه يجب عليه الوفاء به، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والله جل وعلا قال عن الأبرار: يوفون بالنذر. وقال جل وعلا: وليوفوا نذورهم. فبعد انعقاد النذر يجب الوفاء به، وأما قبل أن يدخل فيه الإنسان فإنه منهي عنه ولا يدخل فيه، لكن يفعل الخير على سعته وعلى ولا يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به ابتداء. نعم.